يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم ميدان الهجن في حلقة هذا الأسبوع. اللي يعرف حكومة الرشيدة أو يعرف من هو تميم ومن هو حمد بن خليفة لا يستغرب هذا الشيء، لأن هذا جزء بسيط مما يقدمونه للشعب. إجبار الرئيس حلوة وفيه طول عمر دعم لشخصك طول عمر ولأولادك أنهم يطول عمر يشوفون المنافسات اللي ما منها إلا خير وعز. وبدأ الطبيب بالقيادة بقيادة هذه المسيرة. كانت في ذلك اليوم الأنظار كلها متجهة على الطبيب بحيث أنه يمكن أشهر بعير في ذاك الشوط. بس الراشد بسر قربان المري وجاي اليوم مشارك في التحدي مع أخوي محمد. محمد بن سعيد المري جاي إن شاء الله أخذ علامة السفر الراشد. سباق من الماضي، فقرة تحمل في طياتها الكثير من الذكريات الجميلة يرويها لنا فهد بن حباب الهاجري. خلونا نشوف. فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مالك ومضمر هجن لمشاركات منذ سنوات طويلة في الهجن. الحمد لله بتوفيق من رب العالمين حصلنا على مراكز متقدمة، حصلنا على سيارات من خلال مشاركاتنا، شاركنا في أشواط الرموز. أنا أعشق هذه الرياضة وهذه الهواية منذ نعومة أظافري منذ الطفولة، وكنت أتابع منذ الصغر مشاركات وسباقات الهجن في أيام ميدان لبرقة ميدان القديم، وبعد ذلك في التسعينات بداية التسعينات انتقل ميدان سباق الهجن إلى ميدان الشحانية. نشوف الآن مضمار ميدان الشحانية يعتبر من أفضل الميادين على مستوى جميع الدول. أما فيما يخص الهجن اللي ظلت في تاريخ ملاك الهجن والمشاركين، لعل أبرزها شديدة المملوكة لأنجال سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، وكذلك العفريت المملوكة لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، الفارس، عجلان. بداية الألفين يعني أو في ما بعد الألفين وجدت عندنا الجزيرة اللي حتى الآن لم تأتي بمطية بتوقيتها. في هجن مرت على ذاكرتنا كثيرة، لعل من أبرز الأشواط اللي تذكره اللي تقريبا من هذه اللحظة يمكن 15 سنة، اللي هو الطبيب المملوك للسيد سعيد بن مبخوت المري. حصل على عدة أشواط سواء في ميدان الشحانية أو خارج ميدان الشحانية، وكانت له منافسات قوية. يمكن لو الأحرى بالتاريخ في كان في يوم الخامس من إبريل لعام 2004 حصل على المركز الأول وتميز في ذلك اليوم، أبدع. قبلها حاصل على سيارتين في نفس الموسم أعتقد، فالبعير هذا رصيده ما شاء الله حافل من السيارات. في هذا الموسم مشاهدين الأعزاء ونرى العديد من الشعارات المتنافسة في هذه اللحظات. الطبيب مثل ما نتذكر كان بطبيعة حال ركضة، ينطلق في البداية بعد تقريبا ما يقطع له كيلو ينفرد في المقدمة ويتوكل على الله، وما شاء الله عليه. كان ذيك الأيام قبل الراكب الآلي كان الراكب البشري ذيك الأيام، وكان ما شاء الله عليه لما ينطلق ويروح بدون تعليمات قوية. يعني كان نذكر مثل ما يذكرون المعلقين
العصا محنطة، كان الخطام ممسوك والراكب ماسك العصا. وبدأ الطبيب بالقيادة، بقيادة هذه المسيرة. أول كيلومتر على بداية الانطلاقة تبقى 7 كيلومترات. الطبيب تعود ملكيته لسيد مبخوت بن محمد بن مسعود المري، الطبيب اللي له إنجازات في الموسم الماضي قوية، وفي هذا الموسم أيضا فاز بالسيارة. ها هو أمامنا وها هي إنجازاته ومعروضة في كل محلات أشرطة الفيديو. المركز الأول الطبيب مشاهدينا الأعزاء، ومنفرد بهذا المركز بدون أي أوامر سيد مبخوت بن مسعود المري. طبيب، هذه طبيعة أداء ركضة، لما ينطلق بعد الكيلومتر الأول تقريبا أو الكيلومتر ونص يتقدم عن جميع المشاركين وينفرد، وهذه طبيعة أداء، يعني يسبق بكل أريحية. يمكن أحيانا يلاقي بعض الضغوطات من بعض المشاركين، لكن طبيعة حاله هو يعني دائما سبقته بانفراد. مرة أخرى والطبيب طبيب، الطبيب 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 الطبيب، يتطبب الطبيب مشاهدين الأعزاء بالمقدمة كما يشاء، كما يشاء الطبيب، وهو الاسم القوي في هذا الشوط، الاسم القوي والمرشح الأول لانتزاع الناموس. احنا نشوف الطبيب منفرد وعصا ممسوكة، عصاه مرفوعة والخطام ممسوك، وكان بأريحية من دون أي ضغوطات. يمكن بعد تقريبا عند لوحة الكيلومتر الأخير يمكن بدأت الأجهزة جهاز النداء الصوتي بإصدار التعليمات من قبل المالك والمضمر، وما شاء الله شفناه يزيد من سرعته ويؤدي أداء وعرض أفضل. محنط محنط الصبي، محنط على ظهر الطبيب، وأيضا مثل ما قال بن حضيرم حبات الرمل تتراقص 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 تحت أقدامه. الحين تقريبا عند لوحة الكيلومتر الأخير بدأ الراكب البشري يرخي الخطام، وما زالت العصا فوق، وشوف في لحوق من بعض الركاب الموجودة، ولكن الطبيب كان فارق المسافة ما بينه وبين جميع المشاركين. ومثل ما نلاحظ الآن تقريبا نشوفه عند الأمتار الأخيرة بدأ الراكب يرفع العصا، هذا من قبل الفوز ونشوة الفوز والفرحة. اصدر التعليمات وبدأ يرفع أياديه فوق، وشفنا كذلك عند خط النهاية يصل الطبيب ويتوشح بالعلم القطري في ذلك اليوم بعد الأداء المتميز وبعد استخدام مادة الزعفران على رأس البعير، ويلتقطوا معها الصور وتكون عندهم صور تذكارية لمجال السنوات القديمة. يمكن مثل ما تلاحظ أنا عندي هنا صورة لوحدة من البكار مدهون رأسها بالزعفران، هذه بعد غلاها عندي دبل لأنها من إنتاج الشخصي. كانت في ذلك اليوم الأنظار كلها متجهة على الطبيب، بحيث أنه يمكن أشهر بعير في ذاك الشوط حسب رصيده السابق وسجلاته اللي حصل فيها على المراكز المتقدمة والسيارات. شفناه تميز في الأداء، ومثل ما تكلمنا أن الطبيب دائما بطبيعة حاله بعد ما يقطع الكيلو الأول يتصدر جميع المشاركين. هاي لحظات التوقيت الزمني للحظات وصول الطبيب، للحظات وصول الطبيب إلى خط النهاية. قطع المسافة في 14 دقيقة و9 ثواني و11 جزء من الثانية، وها هو الطبيب يستعرض بعلم قطر بهذا الإنجاز القطري الذي حضره كل أبناء دول مجلس التعاون، هذا الإنجاز القطري الخليجي على أرضية قطر وميدان الشحنية. وها هو التكريم الأول للطبيب، هو توشحه بعلم قطر الحبيبة. في هذه الفقرة خلونا نتعرف على شاب صغير السن، خبرته في مجال الهجن 3 سنوات ولكن سجل تواجده وبقوة. فهد بن عميران بن بجاش الفهيدة، مالك هجن ومضمر. دخلت عالم الهجن وعجبني الركض وعجبني السباقات،
والحمد لله توفقت وتوفقت في الرموز وتوفقت في البيع الحمد لله رب العالمين. الموسم هذا من التمهيد الأول إلى المؤسس الحمد لله إنجازات كلها سبق وثاني على الشلفة ومنافسات على السيارات. عمو المؤسس اللي قبل فزت خذيت سيارات وفزنا في السباقات وفزنا في دول الخليج كلها فزنا في الحقائق وفزنا في اللقايا وفزنا في الجذاع وفزنا في الثنايا فضل الله سبحانه وتعالى. بن حمد بن سعيد بن محمد العيدة تفرود على المركز الثالث ولكن نعود مع صدى صدى واللحظات الأخيرة بدون أوامر وبدون تحريكات تقترب من الانتصار تقترب من الناموس في هذا الأداء المتميز بهذا الرقص الرباعي في هذا الاندفاع التلغائي. هناك صدى تحلق على أرضية هذا الميدان تنطلق في هذا التحدي تحقق هذا الانتصار. تهانينا والناموس لعايض بن عمران بن جاش بن عايض الفهيدة على فوزي صدى. اسمع صدى صوتك مع ضجة الناس صدى تحقق هذا الانجاز بدون اوامر وبدون تحريكات تفوز بناموس هذا الشوط. هذه نوايد حاصل على المركز الاول عدة مرات وابوها قايد الجيش. هذه رواء حاصلة على مراكز متقدمة على السيارة ثاني على السيارة ثالث على السيارة عدة مرات. هذه صملة حصل على المركز الأول 4 مرات وهذا حملول حصل على المركز الأول 3 مرات. هذه وشم حصل على المركز الثاني وعلى المركز الثالث في التمهيديات منافسة على السيارات منافسة قوية. السبوق طول عمر لها مؤشرات تدل على أنها سبوق في شكلها في سلالتها وباقي في علم الغيب وتوفيق رب العالمين. في مطايا نظن فيها أنها سباق وترجع عادية وفي مطايا تكون نظن فيها وسط وبعدين تطلع القمة. أجواء الريس حلوة اجتماعات ومنافسات وفيه طول عمر دعم لشخصك طول عمر ولأولادك إنهم يطعمون ويشوفون المنافسات اللي ما منها إلا خير وعز. عندي ولد واحد يحب السباقات ويحب المنافسة ويزعل إذا خسرت الهجين ويفرح إذا فازت الهجين ويتمنى إنه إلى كبر إنه يصير مضمر ويساعدني بعد بعض الآراء يساعدني فيها بعد. هذه هواية من أنا وكنت صغير وأنا أحب الهجين اللي كنت أطلع أنا والوالد لها. الحمد لله استمرت هذه الهواية. والله الوالد عز الله ما قصر معانا فمن ناحية مجال الهجن من احنا صغار احنا معاه يعني علمنا عنها كل شيء مجرد ما نغلط يصحح لنا والحمد لله على التوفيق وصلنا للمرحلة هذه. والله الوالد ما راح نوفي في حقه يعني لكن نقول احنا ان شاء الله احنا تلاميذك ما راح نقصر بإذن الله راح في المستقبل إن شاء الله نحصد كثير من الرموز إن شاء الله وننافس عليها ونعودكم إن شاء الله بمفاجآت الأكثر بإذن الله. خططي المستقبلية أن يكون عندي منافسات أكثر من منافساتي الوقت الحالي. أكثر الدعم للعزبة أكثر المشترى وأكثر الودايع وأكثر الإنتاج. طيب والله السباقات طيبة الجوائز ثمينة فضل الله سبحانه وتعالى وفضل اللجنة وفضل سمو الأمير الله يطول عمره. من أفضل الميادين في الخليج ميدان الشحانية كجوائز كتنظيم والسبوق تأخذ حقها في قطر. تحدياتنا مستمرة ولكن نطلع من ميدان الشحانية ميدان التحدي ونطير معاكم إلى سيلين. خلونا نشوف هذه الأجواء.
مستر راشد بن سري قربان المري، وجاي اليوم مشارك في التحدي مع أخوي محمد. محمد بن سعيد المري جاي إن شاء الله أخذ علامة السفر راشد، أفوز عليه إحنا وادفنا في السوم ذا. إن شاء الله اليوم بغبر بتقديره وبفوز عليه اليوم إن شاء الله. معي ثقة في نفسي أني بفوز عليه، حتى لو ما أعرف أسوقها بعرف أسوقها، إلا أنا أفوز عليه، أهم شيء أفوز عليه. الميدان يا حميدان مثل ما قال راعي المثل، جاهزين ما بقى الله توفق الله إن شاء الله. السفر الراشد الصملة اللي هو شارك فيها وفاز فيها ما تنفع. قال الخيل تبي خيال العام، قال لا الخيل تبغى حاضر بحاضر، الساعة بفوز عليه احنا في المسابقة ان شاء الله. اول شيء انا ما شاركت في رياضة وخسرت فيها، بيعرفني مش رياضة واحدة مش صاملة ولا عدة رياضات، واجيب فيها مراكز طيبة وبشوف شلون المراكز وش بتنفع فيه اليوم. هذاك زمان اول فوزك، زمان اول الفوز هذا خلاص ما عاد هبلك، ما عاد كفايز خلاص من اليوم ورايح ما عاد تفوز. أخذنا المسابقة وصار فيها شوية أخطاء، غير أخذنا الدوار الحمد لله، عدلنا من الدوار بعد تعب شوية كثير. أقول محمد مبروك ويستاهل، ما قصر، أبدع في المسابقة. والشيء الثاني الرياضة هاي غالب ومغلوب، ما في حد يقعد إنه تطور إنه هو الأول، أبطال العالم يخسرون، وهذه مسابقة الحمد لله كسبها محمد وما قصر، بيض الله وجهه. المراحل الجاية بفوز عليه بعد.
موجودين الحين قدام عزبة سعيد بن سالم المسعود، خلونا نشوف هو جاهز لأسئلة بدون تحفظ ولا لا. حياكم. هات الثامن القعود محمد، ثامن القعود الأخير الأخير. السلام عليكم. مرحبا وسهلا. الله يحييك سالم، مساك الله بالخير. صبحك الله بالخير. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. مساك طيب. جعلك طيب. شلونك؟ خير جعلك بخير. ما شاء الله عليك على اول الصبح وهنا ما بين الحلال والاجواء تسمع. اليوم ولا اروع. الاجواء طيبه ما شاء الله تبارك الرحمن. تعرف استعدادات الكويت بعد شوي محفزتنا شوي وشادتنا شوي. من الحين مستعد للكويت؟ والله نقول الله كريم ان شاء الله. الله يوفقك وفالك الناموس وياك ان شاء الله. الله يرحم والديك. طيب وسالم، تعرف احنا جايينك هنا اليوم ليش؟ والله مرحبا بكم. الله يفقيك. مرحبا بكم في اي وقت. احنا جايينك بسلت بدون تحفظ. جاهز تلسيت بدون تحفظ؟ والله جاهزين. سلمى بدالك. كتاب مفتوح. مره مفتوح. ونقول بسم الله. خلنا نروح. مرحبا، توكل على الله. يلا بسم الله. بسم الله. إذا مشاهدينا وصلنا معاكم إلى أسئلة بدون تحفظ مع سعيد بن سالم المسعود. وسالم شفناك برا يعني مبتسم وتضحك وما زلت وعسى البسمة دائما ما تفارقك. إياك الله يجزاك خير. بسمتك بتتم مع أسئلتنا ولا لا؟ والله إن شاء الله، نقول إن شاء الله. وأنت الله يكفي شرك يا حسن. بالعكس يعني أنا دائما أسئلتي بسيطة وهينة والكل يحبها. والله حنو مستعدين وإن شاء الله ان اسئلتك ان شاء الله حنجاوب عليها بقدر المستطاع. قبل ما ندخل في اسئلتنا، وينك من مهرجان المؤسسه؟ والله الحلال يا حسن، شيء اخرناه نبغيه لما بعد المؤسسه، وشيء الظروف سبحان الله هي اللي اخرته. تعرضت الاصابات، تعرضت المرض، تعرضت الحلال، مو على كيفك. ولكن ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله من الكويت ان شاء الله وراجع ان نحقق لنا نتائج طيبه. الكويت راح تشارك الكويت ان شاء الله. توعدنا برمز ولا بسيارة؟ لو الود ودي أخذ رموز كلها، لكن الرجال عين الرجال مع عين كبلة. اللي أنت تشوف في راسك الرجال يشوفونه في رأسه. حن بنشارك والباقي على الله سبحانه وتعالى. بيني وبينك خل بس اللهم المشاهدين معانا. طيب. في الكويت راح تنافس على أي شوط؟ إن شاء الله عندنا بعيرين. أي سن؟ في الزمول. شوط الرئيسية؟ الرمز. الرمز. قعود عند ولد عمي سعيد مفوت بعير معروف اللي هو منيف. لحمد بن الخليفة بن حمد العطية، وبعير ملكيتنا إن شاء الله بعد يكون يا وصيف يا في دائرة الثلاث إن شاء الله. يعني خطة من الحين أنتم مجهزينها؟ والله نقول إن شاء الله. الله كريم. فالكم الناموس إن شاء الله. وإياك. وسالم في البداية، أنت شاعر مميز. ما عليك سعود. الله الكل تقريبا اللي يلقبك يقول لك الشاعر والشاعر. هل تجد نفسك في الهجن أم الشعر؟ ولماذا؟ والله يا حسن، أنت لو تشوف ترى الهجن والشعر تراها مرتبطة كلها مع بعض. الهجن أحيانا تثير حفيظتي وتهيض قريحتي للقصيد مع الهجن. كذلك الشعر بعد له طابعه الخاص، ولكن لكثرة انشغالي شوي أكون بعيد عن الساحة. ولا الشعر طبعا هذا من طفولتي وأنا أنظم الشعر. لو خيروك ما بين الهجن والشعر؟ والله صعبة، هي على ما قال مرتبطة كلها مع الثاني. طيب أبو سالم، جنقة تعرف لها ولا ما تعرف لها؟ والله إن شاء الله. الحين بس اللهم أضفنا في قطعتين من الخشب مكتوب عليها تحفظ، هذه إذا أنت حصلت عليها يحق لك أنك تحفظ على أسئلتنا. طيب نبتدي؟ لا ما شاء الله عليك خبرة. لا بس أبو سالم يد واحدة. أوكي. جميل. هنا بوادرنا شكلها بتطيح ترى. والله من ذا الصوب ترى. أبو سالم، يعني نرجع لأسئلتنا. أنت قلت الهجن والقصيد. وجهين العملة واحدة. وجهين العملة واحدة. كثيرة هي القصائد اللي في الهجن، ولكن قليل منها من يصف الذلول. ما هي الشروط التي يجب تواجدها في قصيدة الهجن؟ والله يا حسن طبعا كل شيء له مجال. لازم يكون عندك الخبرة أو على ما قال الخبرة الكافية في هذا المجال. تلقى الحين سعيد بن سالم يشعر في القصائد الوطنية وأقوى قصيدي في القصائد الوطنية، لكن تلقى شعراء أشعر من سعيد في مجال مثلا الغزل، أو أشعر من سعيد في مجال الطير. كل على ما قال يجيد باللي هو يجيد به.
القصايد الهجن لازم انها تكون في نمط الهجن، في وصف الهجن، في وصف الذلول، في شكل الذلول، يكون هنا يعني ما تعدل ما سمت الهجن الا هنا للهجن. هذا يدخلنا على سؤالنا الثالث، هل صحيح بان الشعراء في مجال الهجن يخصصون الجزء الاكبر من قصايدهم في الشخص، بينما لا تاخذ المطيه من القصيده الا 15%؟ هنا يا حسن انت يعني لا تخلط بين المدح وبين وصف الذلول، ما انت ولا لا فرق. لما انا اشعر لي قصيده واسوي لي قصيده من تلقاء نفسي في ذلولي، مثل قصيده عندي في قعود قلت لها يا اهل القاعدين يلي عند مطلع سهيل يبين عند الحساب الصدق حقاقها، انكبر عند الصقيل يجي مكانه بديل، عطيه من كريم ما حد ساقها عطيه من كريم ما اعطاها البخيل اللي كفيل على الايتام وارزاقها، غضب شريته علشان شبيه الصقيل عاده صعب والعسافه ما بعد ذاقها، عريض ملقى الحكيمه، شوف الوصف هنا في القعود، عريض ملقى الحكيمه عاد وجهه جميل فيه النواميس مثل الشمس وشراقها، الله فيه رقبه الداب والغارب سناد طويل لاقت عليه القصيده والنضو لاقها، مرافقه واسعات وعاد عظمه جليل تفدا خل صخاف ادنات ما عادها، اخذ من الحصن صدر ولون ما له مثيل ومن النعامه اخذ عرقوبها وساقها، مع القعدين وسط الشوط يهذل هذيل ويفز من الأجهزة لسمع طقطاقها، ما قلت فيك القصيدة يا غضب من قليل أبغى الجماهير يكثر منك صفاقها، يكثر تصفاقها ولا أشهد أنها تستاهل القصيدة. هذه القصيدة قصيدة بحت موجهة في وصف قعود يخصني، لكن لما يفوز مثلا الشيخ تميم في مهرجان أنا أمدح الشيخ تميم وأثني عليه وأوصف الذلول اللي سبقت مثل الجزيرة أو مثل المطايا اللي لها عليها، أو عطنا قصيدة من هالقصايد مثلا تميم عز الهجن والشعب وأعلن تبقى قطر في الصدارة ولولا مجننا كلونا المجنن لولا الأسد كان فرصتنا النمارة. صح حلال سالك، صح بدنك الله يطلع. يعني ما شاء الله عليك الهام موجود و قصايدك جميلة ماشية، لكن أنا سؤالي كان في مطلق عام قصايد الهجن، يعني نرى أغلب قصايد الهجن تتجه إلى هذا المنوال. معك أنا وأنا فرقت لك، أنا أقول لك القصايد فرق لما تكون في مديح وتخلط معها الهجن بيكون نصيب المطية فيه يعني قليل يعني، وأنت بتوجهها للشخص اللي هو يستاهل مثلا أو أحد من أخوان اللي فاز ويستاهل القصيدة نمدح فيها بعد، لكن انت لما تسوي قصيده في المطيه في وصفها في ريسها بتكون القصيده مختصره في المطيه. طيب ابو سالم، رياضه الهجن انت فيها كم لك؟ يمكن 20 سنه تقريبا. 20 سنه، خلال 20 سنه هل تقدر تقول انت استفدت منها ماديا ولا هي اللي استفادت منك ماديا؟ والله استفدنا منها ماديا وفي نفس الوقت نصرف على الحلال، ما نبخل على الحلال شيء، احنا كل ما نملك نسخره في ان احنا نوصل المطايا الى المرحله اللي هي نطمح انها تصل لها. صراحتك جميله، اجاباتك اجمل. لك تسلم على كل، اقول لك الصدق انا. والله يعيني عليك. وياك ويعيني عليك بعد. سر هذه الابتسامه اللي ما تفارق. وهذا الحمد لله رب العالمين، هذا اللي احنا تربينا عليه من فضل الله، الرجال يكون وجهه طلق. وقت المساير في الاشواط الرئيسيه. نعم. كيف يكون سعيد بن سالم؟ هل يحافظ على ابتسامته ولا لا؟ والله ما في ابتسام صدق أقول لك، خاصة لما يكون الشوط فيها فهد ما شاء الله عليه شوي في المساير، أنا شوي أنضغط في الأمتار الأخيرة، أنضغط شوي، أو سعيد مبخوت بعد الله يذكره بالخير ويكون أهدانا كلنا بعد إذا شفنا المطية اللي على ما قال. مع أن سعيد يعتبر أصغر واحد فيكم. إي سعيد أصغر، هو يا فهد هو ما أصغر منه. توضيح أكثر للمشاهدين، فهد طبعاً هو أخوك وسعيد بما بخوت هو ولد أخوك. ولد عمي. ولد عمك. نعم. يقال أن فهد هو العمود الفقري للعزبة أو الساعد الأيمن لسعيد بن سالم. صحيح، أنا بحكم ارتباطاتي العملية ماني موجود في العزبة على طول، فجميع الأمور كلها اللهم أني أشاركه في بعض الشور وأنت شاري بعض الأشياء، لكن هو اللي قائم بالعزبة الله يحفظها إن شاء الله وياك. الجرعات حقت الحلال من اللي يسويها؟ فيها تشاور، وكل مطية تحتاج علاج، تحتاج علاج وقائي وتحتاج علاج منشط. منشط على ما قال محفز، ما نقول منشط، محفز نقول محفز. شفنا قبل شوي يعني
جرعات عطيتوها الحلال، هل هذه علاج ولا محفز؟ لا علاج، هذا حديد عشان نرفع من حديد المطايا، تعرف بجهة تحميل بجهة باخرة بتروح في الباخرة، لكن هذا ينقص حديد المطية. استعدادات الكويت. استعدادات الكويت نعم. هذه العزبة ما شاء الله عليها عزبة يعني كاملة متكاملة، والكامل وجه الله سبحانه. فيها غرفة خاصة للأدوية، وأنا استأذنتك أن نصورها وأنت بديت موافقتك وما عندك مشكلة، لكن يوم جينا نصور امتنع فهد ومنعنا من التصوير. والله ليش؟ والله يا حسن، وأنا قلت لك ما عندي تحفظ، وأنا اللي قلت لك ترى بفتح لك الغرفة إذا بغيتها. السبب وش؟ كل إنسان له خصوصية، والعلاج له خصوصية، كل إنسان عنده خصوصيات يحتفظ بها نفسه. في حال أنت جيت وأبديت رأي على مطية وفهد أشار برأي معاكس، ما اللي يمشي كلامه أنت ولا فهد؟ والله يا حسن شوف، أنا أخوه الكبير وعساني ما خلا منه، لا بد أن الاختلاف يجي، أحياناً تكون وجهة نظري تكون خاطئة ما في محلها، وهو يجا مني ولكن يجي عكس ذلك، أعترف له بخطأي وأبدي له على ما قال اعتذاري، وهو كذلك. أنا شفتك قبل شوي أنت وفهد صغان، وهذا قعود يعني احنا شفنا ما شاء الله عليه، يعني العام هو عاده حق اتيامه طيبه، شفناك وانت تحط علامات عليه، وفهد موجود كان يساعدك، شفنا في يعني اكثر من علامه على مناكبه على وروكه على يعني القعود هذا سبوك وله انجازات، ولكن تعثر هذا من بدايه الموسم، ضلع في رجله وصورنا، جبنا التصوير وصورناه اكثر من مره وعلموه الربع بالتصوير، ولكن الله ما كتب له السلامة، مع العلم أن التصوير أثبت نجاحه في أكثر من الحالات، لكن ما يمنع أنك أنت بخبرتك بعد لك دور بعد في ضلع المطية. يعني أنت تشوف أن خبرتك راح تغني عن الوسائل الطبية الحديثة والتصوير اللي أنت صورته؟ كل مرة نقول أنه بينجح، لكن احتدينا على الحين نرجع للخبرة، لازم نحن نشارك في الخبرة. خبرتك ما سعفتك في جنقة؟ والله إن شاء الله نبدأ فيها شيء؟ اي خذ راحتك. ان شاء الله اين تحفظ هذه ولا فيها. ولا واحدة تحفظ فيها. بإنجازاتك وتاريخك الحافل، هل تعتقد أنك وصلت إلى قمة طموحك؟ هذه الرياضة ما تشبع منها. مهما بلغت، والإنسان على ما قال مخلوق من طمع. مهما وصل يبغي أكثر. يقال أن أغلب حلالك أنت متجه كله على القعدان وما تتجه للإبكار، لأن القعدان المنافسة فيها أقل من الإبكار، هل صحيح هذا الكلام ولا لا؟ والله يا حسن شوف، السبوق إذا الله حطاك السبوق بتنافس بها سواء في القعدان ولا في الإبكار، لكن السهل عندنا اللي حنحصله القعدان. هل معناته أن أنت إنجازاتك خذيتها بسبب السهولة؟ والله مو بالسهولة، بالعكس، تعامل مع الذكير مع القعدان أكثر أصعب من التعامل مع 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 البكار. ولو تسأل أي مضمر تلقى لك مضمرين كبار ومؤسسات لكن ما يحبون الذكير، لأن التعامل معه صعب. طيب ليش تقول أسهل؟ أسهل بالنسبة لي أنا. البكار أقول لك ما حصلنا البكرة السبوق اللي توصلنا، اللهم عندنا الحين البكرة بنت مشرف إنتاجنا عند الشيخ بعير الشيخ تميم الله يحفظه، هذه بكرة عسيف ما شاء الله عليها، والحين جات رابعة السيارة وقدموها عطوها ثانية تمهيد اللي قبل المؤسس، وهذه إن شاء الله راح تشوف لها إن شاء الله منافساته، تدري إن شاء الله أنها بتنافس مع البكار. طيب أبو سالم، هل تعتبر نفسك محترف أم مبتدئ؟ ما أقول لك مبتدئ، لكن التنظمير هذا بحر، كل ما قلت أنك وصلت إلى الغزر تلقى عادك أنت في السيف. طبعا انت ما جيت عالم الهجن وتعلمت كل حاجه، بالتاكيد هناك شخص من تعلمت منه، نعم، ويعتبر يكون له الفضل عليك، نعم. من هو هذا الشخص؟ ابوي سالم محمد المسعود الله يغفر له، وعمي مبخوت الله يغفر له يا رب العالمين، واخوي راشد الله يغفر له، كنا تلاميذ عندهم، كنا احنا اللي نسرح الحلال، احنا اللي نودي الحلال، احنا اللي نطعم الحلال، واستقينا الخبره هذه منهم. أبوك الله يغفر له ويرحمه، وذكرت أخوك مبخوت. أخوي راشد الله يرحمه، وعمي مبخوت. عمك مبخوت. نعم. طيب أعتقد أن لك أخ مبخوت. إيه لي أخ مبخوت، نعم. هو اللي كان موجود في الأبرقة.
مبخوت نعم كان موجود في الأبرقة، وحمد الله يذكره بالخير بعد موجود في الأبرقة كلهم موجودين. خلنا على مبخوت، يعني مبخوت نفس ما ذكرت هو وأخوك حمد هم اللي كانوا أيام الأبرقة، هم اللي كانوا يعلمونكم، هم كانوا يشرفون، والآن أنتوا مسكتوا الدفة من بعدهم. في حال جيتوا تشترون مطية تأخذون رأي مبخوت، بس في حال إذا ما سمعتوا كلامه وخذيتوا المطية اللي هو ينصحكم أنكم ما تأخذونها 90% ما توافقون فيها، ليش؟ والله أحيانا أشوف النفس تزهق معي أنت ولا لا؟ طيب. وأنت إذا حبيت الشيء ما عاد تسمع العذال عذلك فلان ولا يقول لك فلان، ما عاد تسمع شوره إلين تواجه بنفسك. فلا جربت خلاص؟ فلا جربنا أحيانا كثير الأمرار. زين حاليا الحين لو نصحكم مبخوت ما تأخذون المطية عادكم بتكبرون ولا؟ والله شوف أنا أقول لك على ما قلت لك، النفس على ما قال ما تهوى، أحيانا كثير الأمرار لازم نسمع شوره، لكن بعض الأمرار حن نخرج من شوره ونشتري مطية، وأحيانا ما تنجح وأحيانا تنجح. أنت لما تكتسب الخبرة من ممارسة وتخطي في شيء وتعلم أكثر من مرة ترسخ عندك المعلومة ويكون عندك نظرة في المطية. الهواية حسن والمطايا والريس مو بكلها علاج وتعال جيب لك علاج من الدكتور وجيب لك وضرب علاجه وطير المطية، لا، مطية أنت ما عديتها الإعداد التام أي علاج ما راح ينفعها. علاجاتك من وين نجيبها؟ شيء من السوق المحلي، وشيء نجيبه من برا، وشيء نجيبه من عمان، شيء نجيبه من الكويت، عدة دول نجيبها. تجيبون الأدوية يعني أنت تسافر خصيصا تروح تجيبها ولا مناديب يجيبون لك إياها؟ لا سواء سفر أو سواء عن طريق النت. يعني تدخل على الموقع ولا شلون؟ علمني عن طريق النت شلون؟ تقدر تدخل على الموقع، تقدر تدخل تشوف كل أنت اللي تدخل سعيد؟ ندخل نعم. تكتب اسم الدواء نفسه؟ نكتب الدواء. زين شلون عرفت اسم الدواء؟ مع أن الأدوية دائما في تجدد. في مراجع طبية بيطرية حنا نرجع لها أحيانا مع الدكاترة. أبو سالم أغلى رمز حصلت عليه يعني في مسيرتك هذه كلها؟ والله عدة رموز حصلنا عليها، ولكن أكثر رمز كان له واقع في النفس اللي هو رمز الحنيش المملوك لسعيد مبخوت ولد عمي العام في المؤسس، وكذلك رمز الشقب في الكويت كان لها إثارة وكان لها وقع في النفس. يعني هذا الرموز اللي حصلت عليها، ما هو الرمز اللي تتمنى أنك تحصل عليه ولا الحين ما حصلت عليه وتسعى أنك راح توصل له؟ سيف الحيل، وهو اللي أكثر إثارة وهو اللي عليه الاعتماد كجائزة قيمة معنويا وماديا. هالجوائز هذه اللي احنا نشوفها في المهرجانات، الأرقام الخيالية اللي قاعدة نسمعها، شوط واحد قيمته 10.5 مليون، جائزة مركز واحد أو المركز الأول 5 مليون، 2 مليون، مليون، يعني الأرقام هذه اللي يعني بعض المشاهدين اللي مو بداخل في عالم الهجن يستغربها. اللي يعرف حكومة الرشيدة أو يعرف من هو تميم ومن هو حمد بن خليفة ومن هم حكامنا لا يستغرب هذا الشيء، لأن هذا جزء بسيط مما يقدمونه لشعبهم. الله يطول أعمارهم، والله يديم علينا الأمن والأمان، والله يحفظهم من كل شر ومكروه. نعم، شكرا لقيادتنا الرشيدة على الدعم اللامحدود في جميع الرياضات وخاصة في رياضة سباقات الهجن بما نحن نتكلم فيه. شاعرنا ولقبك شاعر، ما راح ننهي هذا اللقاء إلا بقصيدة، نبي قصيدة من اختيارك. أقرب القصائد النفسي مثل ما تقول، أو القصيدة اللي أنا دائما يعني متواجدة معي، قصيدة في صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد الله يحفظه، راح في مرحلة العلاج وبعد ما رجع كان بشرى لنا. ولو تلاحظ أو تسترجع الذاكرة في استقبال الشعب للشيخ حمد، كانوا الجمهور كلهم واقفين من المطار على الكورنيش في استقبال هذا الرجل. فأنا أقول يا الله يا المطلوب يا منزل انقاف، باسط بسيطتنا ورافع سمانا، لرضاك صلينا ونسعى ونطاف ولا على غيرك نعلق رجانا، الحمد لك والشكر لك والثنى الواف على شف الضرغام هيف السمانة، أميرنا راع العدالة والإنصاف العالية في دهر الردي والهدانة، حمد تحمل للمتاعب والأكلاف يسهر لجل أمن البلاد ورضانا، الحمل كايد رافع فوق الأكتاف حتى رفع بين الدول مستوانا،
يا مرحبا ترحيبة ما لها صناف، يا بدرنا اللي زال ظلمة دجانا، فرحة قدومك خلت الشعب وقاف، نخلط أهازيج الفرح من بكانا، فرحة كبيرة ما توصف بالأوصاف، بعد الغياب اليوم فرحة لقانا، ماجور تبقى يا عسى ما بك خلاف، يا ذخرنا يا عزنا يا ذرانا، ليتك زهمت الشعب وتشوف الأشراف حتى يبين طيبنا من ردانا، لو جند يا سيدي لب والاف، عهد نلبي داعيك لا دعانا، نشهد شعبك يحبك حب تبذير وإسراف، حب لجا تحت الضلوع المتانة، أهل المداين وأهل سكان الأرياف ترفع لك البيضة برأس البيانة، شعب لهم في ساعة الضيق ميقاف، وقفة شرف تطحن تطعن نحر من غزانا، واللي علينا بنقى دوم مطراف، والله ما هو كفو ومية عصانا، مع الصديق أصحاب وقلوبنا نضاف، ودم العدا ما هو يطفي ضمانا، والدار من كل الجوانب والأطراف محفوظة نسقي ثراها دمانا، يا ما حمينا الدار بسيوف وشلاف، كم من حفيف ذاق ردت برانا، ولفر عن بيض شريفات وعفاف دارت على راس المعادي رحانا، يا ما ثنين الرجل والخيل زلاف، يوم الردي يرخالها في العنانة، إلى مشينا قدم ما ننظر خلاف، قولوا فعل ما هي فصاحة لسانة، عهد علينا من قديمات الأسلاف، نموت نحيا ما تهزهز ولا أنا. سلامتك. سلمت، صح الله لسانك. ما في أجمل أن نختم معك الحديث بهذه الأبيات، هذه أبرك ختامية. جزاك الله خير وشكرا لك سعيد بن سالم آل مسعود، كنت ضيف كريم معنا. إذن مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا دائما وأبدا كل يوم جمعة الساعة 9 مساء على شاشتكم، شاشة تلفزيون قطر، فمان الله.